يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يشيع أن حلقات تحفيظ القرآن هم الذين يخربون الشباب ويدعون إلى التكفير وسب الدولة، فهل يحذر من هذه الحلقات؟ وما رأيكم في من يقول هذا؟ الحلقات عمل خيري، وتحفيظ القرآن عمل خيري، وإذا عرف عن شخص أو أشخاص أنهم يستعملون الشذوذ في أفكارهم ويلقنون الطلاب هذه الأمور، فيجب الرفع عنهم والإبلاغ عنهم، أن يبعدوا من حلقات تحفيظ القرآن. لا تمنع الحلقات، وإنما يمنع الأشخاص الذين يستغلونها للأفكار الإرهابية أو الأفكار المنحرفة. ما يتركون المدرسين الذين أفكارهم من هذا النوع، لا يتركون يدرسون الطلاب، يبعدون. فإن كانوا أجانب يسفرون لبلدهم، وإن كانوا مواطنين يبعدون عن التعليم، ويؤخذ عليهم التعهد اللازم في تجنب هذه الأفكار. نعم.